هذا والتقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح اليوم رؤساء المجالس الاستشارية لكليات الجامعة، وذلك بمبنى المنتدى الطلابي في كليات البنين بجامعة الشارقة. في مبنى المنتدى الطلابي بكليات البنين بجامعة الشارقة التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة برؤساء المجالس الاستشارية لكليات الجامعة. وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالحاضرين. أولا نشكركم جميعا على كل ما بذلتموه من جهد في السنوات السابقة، نتمنى إن شاء الله أن يصب هذا كله في خدمة الجامعة والمجتمع. نحن نعتبركم حلقة وصل بين جامعة الشارقة وبين المجتمع، فنعول عليكم كثيرا في هذا المجال، ونتمنى إن شاء الله أن يعني يستمر هذا النشاط في المستقبل، ونتمنى أيضا أن تتكرر مثل هذه اللقاءات التي تسلط الضوء على بعض الأمور التي يعني تحدث في الجامعة. وأكد سمو رئيس جامعة الشارقة أهمية مناقشة الأفكار والنجاحات والتحديات بصورة مفصلة في كل المجالس بالجامعة، والخروج بتوصيات دقيقة يتم متابعتها وتنفيذها لخدمة الجامعة في مختلف المجالات. وتناول الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال كلمته في اللقاء أهمية أعمال ومساهمات المجالس الاستشارية في تحقيق أهداف الجامعة بتخريج أجيال مبتكرة وواعدة من الخريجين الذين يرتبطون بخدمة المجتمع وسوق العمل، كما أشار إلى أن استراتيجية جامعة الشارقة تقوم على ربط الجامعة بالمجتمع وبالبحث العلمي، إلى جانب التعاون مع كافة القطاعات في برامج التدريب والابتكار والبحوث المتنوعة وتطوير العملية التدريسية وطرائقها والمناهج الدراسية، مما يسهم في تقديم الخبرات العلمية إلى الجهات المختلفة. بينما تطرق رؤساء المجالس الاستشارية لكليات الجامعة إلى عدد من المقترحات والمشروعات والمبادرات التي تصب في صالح توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجهات الخارجية عبر مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجالات التدريب والبحث العلمي، وفي شراكات ذكية تستهدف تقديم الحلول المستدامة للتحديات كافة.